بسم الله الرحمن الرحيم. سنصلح معا فرض مراقبة عدد 1 في مادة الرياضيات للسنة السابعة أساسي. التمرين الأول، لتكن A و B نقطتين مختلفتين من المستوي، اكتب كل عبارة من العبارات التالية أمام المعنى الصحيح لها. البعد بين النقطتين A و B، البعد دائما بدون أقواس وبدون معاقفات. المستقيم المار من النقطتين A و B هو مستقيم إذن بين قوسين A و B. نصف المستقيم المحدود بالنقطة B والمار من A هو محدود بالنقطة B إذن معقف من النقطة B و A. هذه قطعة مستقيم المحدودة بالنقطتين A و B، محدودة بالنقطتين A و B. A و B. التمرين الثاني، احسب العدد الصحيح الطبيعي N في كل حالة. إذا هنا في هذه الحالة سنأتي بهذه إلى هنا ونغير لها علامتها. إذا ستصبح 78 ناقص 27 وهي تساوي، أحسنتم، 51. الحالة الثانية، N ناقص 34 يساوي 34. سنضع هذه هنا ونغير لها علامتها لتصبح موجبة. ستصبح 34 زائد 34 وهي تساوي، أحسنتم، 68. الحالة الثالثة، 351 ناقص N وتساوي 127. حسنا، سنضع الآن هنا ونغير لها علامتها، ونأتي بهذه هنا ونغير لها علامتها. ستصبح 351 ناقص 127 وهي تساوي 224. حسنا، التمارين الثاني، ملاحظة صغيرة، كل ما يهمنا في الأمر هو اشتراككم بالقناة وتفعيلكم للجرس، وتستطيعون التعليق لنفسر أي شيء غير مفهوم. أكمل التمارين الثاني، أكمل الهرم التالي بالأعداد المناسبة بحيث يكون كل عدد يساوي مجموع العددين الموجودين أسفله، يعني 2 مع كم يساوي 10 مع 8، أحسنتم، 8 مع كم يساوي 8 مع 1 كم يساوي 9، 10 مع 9 كم يساوي، أحسنتم، هنا 37 تساوي 19 مع كم؟ مع 18. 10 مع كم يساوي 18 مع 8، بسيطة جدا. 2 مع كم يساوي 8 مع 6، أحسن. التمارين الثالث، أحسب 32 مع 43 مع 18 مع 27. كما رأينا في القسم نستطيع استعمال الأقواس لنيسر حسابها. إذن ستصبح 32 زائد 18 زائد 43 مع 27. إذن هذه تساوي 50 زائد هذه تساوي 70. هنا 7 مع 3 سهلة تسهل، هنا 8 مع 2 كذلك، وهي تساوي 120، أحسنتم. 327 ناقص 13 زائد 7 كم يساوي؟ سوف نستعمل الأقواس. 327 مع 7 ناقص 13 وهي تساوي كم؟ تساوي، أحسنتم، 334 ناقص 13 وهي تساوي 321. هنا كما رأينا في
الدروس. لدينا 406 موجودة هنا وموجودة هنا، إذن نستطيع حذفها لتصبح 1881 ناقص 781 تصبح الآن يسيرة، يساوي 1100. أحسنتم. 1986 زائد 798 ناقص 906 زائد 798، نحذف هذا ستصبح 1986 ناقص 906، كم تساوي؟ أحسنتم. هنا أيضا 8431 ناقص 568 زائد 153 زائد 568، لدينا هنا ناقص 568 هنا زائد 568، سنجمعهم إذا نستطيع حذف، تصبح 8431 زائد 153 وهي تساوي 8584. تستطيعون القيام بهذه العملية، إذا هنا تقومون بالعملية لتجدوا ال 37. في هذه الحالة هنا 99999، إذا نستطيع أن نقول أن هذه 100,000 أضفنا لها واحد لتيسر حسابها وسنحذفه فيما بعد، تصبح 100,000 156,700 و86، لأن حذفنا الواحد. حسنا، نمر إلى التمارين الرابع. إذن التمارين الرابع يقول في الرسم المقابل المثلث MBC قائم الزاوية في M و CB يساوي 6 سنتيمترات. لنكتب هذا 6 سنتيمترات، هذا CB. إذن ماذا طلب منا؟ واحد A، ابن النقطة A من BM حيث تكون النقطة M منتصف القطعة AB. إذن هكذا هذه هي النقطة A. طلب من ماذا يمثل المستقيم MC بالنسبة للقطعة AB؟ علل جوابك. MC هو المتوسط العمودي لي أبي. علل جوابك. إذن لدينا أبي يساوي بي ام و ام سي قائم في M هي المنتصف، إذن عفوا هنا M هي المنتصف، إذن
ام سي هو موسط عمودي للقطعة A B. إذن التمارين جيم، احسب سي A معللا جوابك. لدينا سي A سي A دائما بالقلم الرصاص في الرسم. سي A تساوي بي سي، تساوي بي سي يساوي 6 سنتيمترات. معللا جوابك. إذن الموسط العمودي لقطعة مستقيم هو مجموع، سنفسر هذا، مجموع نقاط المستوي المتساوية، المتساوية البعد عن طرفي القطعة. يعني بما أن سي إم هو موسط عمودي، يعني أي نقطة هنا هذه المسافة تساوي هذه المسافة، هنا هذه المسافة تساوي هذه المسافة. إذن اثنان ابن المستقيم دلتا العمودي على المستقيم AB في النقطة B. إذن نأخذ هذه، نأتي هنا C، ثم نأخذ سي ام، نأتي إلى البي ونرسم تقاطعه. إذن هذا المستقيم دلتا سيكون هيك، دلتا إذن ابني المستقيم المار من سي والعمودي على المستقيم دلتا في النقطة هاش. إذن هو سيكون عمودي على دلتا في النقطة هاش، هنا 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 سنرى بنفس الطريقة، هي هكذا سوف نأتي هنا سنضعها وهكذا، من هنا نضع هذه. إذن سيكون دلتا هكذا، عفوا سيكون المستقيم هكذا في النقطة هاش. هذا هو الموسط العمودي لهذه القطعة. ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين هاش سي أو اش سي و ا بي؟ اش سي و ا بي إذن وضعية توازي أو بهذا الرمز. علل جوابك. إذن لدينا مستقيمان يعامدان
نفس المستقيم هما متوازيان، إذن مستقيمان عامدان نفس المستقيم هما متوازيان. إذن أستنتج طبيعة الرباعي بي آ سي اش. إذن بي آ سي اش يعني هذا، ما هي طبيعته؟ أحسنتم، شبه منحرف. إذن أريد منكم الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشكرا.